إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل جديد وفي درس جديد، لأن تحليلاتنا هي عبارة عن دروس في المنطق، فأريدكم أن تروها من ناحية تعليم، من ناحية تعليمية وليس من ناحية توصيات. تعرفون أننا لا أعطي توصيات ولا نصائح مالية ولا استثمارية، لكن قبل البدء في التحليل، العملة التي وقع الاختيار عليها اليوم، أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية. الرابط ستجدونه، وهذا الرابط تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو في قناة اليوتيوب العلم يعرف الكذب. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، مقلدين. هناك نصابين كثر ينتحلون شخصيتي، والتليجرام لا يمنع أنك تفتح قناة بنفس الاسم، لكن هذا الرابط هو الذي يكون وحيدا أو واحدا. فبالتالي تضغطون على الرابط من صندوق الوصف. عندما تضغطون على الرابط تجدون أنفسكم أعضاء في هذه القناة المجانية التي أشارك معكم فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ليست توصيات، أرباحهم هم. يعني في ناس عندهم مشكلة يقولون لي: يا أخي أنت تضع يوميا أرباح المشاركين، أنت تعطي توصيات. لا، هذو ناس أخذوا الدورة ويحققون أرباح، يعني مع الأسف بكثرة ما أنتم بدأتم، يعني كثرة الخسائر التي تخسرون، صرتم لا تصدقون أن في ناس ممكن تربح من التداول. وهي مجتمع العلم يعرف الكذب، الناس تربح من التداول، الحمد لله، مما يثبت قوة دوراتنا. إذن هذه أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية: شهاداتهم صوت وصورة، صفقاتهم صوت وصورة. كذلك في هذه القناة المجانية نضع آخر العروض، وآخر عرض هو هذا العرض حاليا الذي لازال منذ مدة طويلة، عرض بوم الذي به التحليل الموجي والبرايس أكشن، وأنا لأنني أرى أنه قوي تركته لكم لمدة أطول. تحصل فيه على دورتين تحليل الموجي والبرايس أكشن المنطق فقط ب 197 دولار، لكن بالنسبة لي أنا ليس هذا هو الأهم. الأهم هو الثلاث مجموعات التي ستحصل عليها مجانا لمدة شهرين: مجموعتين نقاشات فوركس وكريبتو، ومجموعة تحليل يومي في آي بي. النقاشات مجموعتين نقاشات بها نقاشات بين الطلبة، لدي يعني يوجد بها أفضل الطلبة لدي، يشاركون صفقاتهم، يشاركون تحليلاتهم، يجاوبونك على أسئلتك. وكذلك مجموعة تحليل يومي في آي بي التي أحلل فيها أربعة أسواق يوميا: ذهب، اليورو دولار، البيتكوين والداو جونز يوميا. وهذه المجموعات ستساعدك على المتابعة وعلى احتراف تحليل الموجي والبرايس أكشن. لذلك بالنسبة لي أنا أهم شيء هو المجموعات أكثر حتى من الفيديوهات الدورة. إذا إدارة استغلال هذا العرض، الرابط أسفل في تعليقات أول رابط وفي صندوق الوصف أول رابط، اضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام، أنا الذي أجاوب. لا تنسوا كذلك أن تشتركوا بقناة العلم نعرف الكذب مباشر الجديدة باليوتيوب. وصلنا إلى 3920 مشترك، نريد أن نصل إلى 10,000 مشترك قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. لن أضع فيديوهات إلا عندما نصل إلى 10,000 مشترك، ولدي خطة قوية لهذه القناة لتصبح من أفضل القنوات في عالم التداول. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم نعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلب منك أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دوراتنا وإلى عروضنا. العملات التي سنحللها اليوم هي عملة دنت. عملة دنت. طيب، هذه العملة إذا نظرنا إليها جيدا، لأن الكثير من الإخوة طلبوا مني تحليلها، كان هناك حرب، هنا نطاق بين المشترين والبائعين، منطقة ملل. هذه المنطقة التي يجب أن تركز فيها أخي الكريم، هذه المنطقة يبتعد عنها المتداولون وهذا خطأ. هذه المنطقة التي يجب أن تركز فيها، إذا لم تستغل هذه المنطقة بوم سيطير السعر، لن تجد فرصة. إذا كان هناك نطاق دخل البيج بوي الشرائي، بوم طار السعر، طار بقوة. جميل جدا. إذا الزخم هو شرائي، لكن لاحظوا معي بعد ذلك بدأ ذلك التصحيح، ذلك التخفيض. هذا البيج بوي توقف عن الشراء في هذه المنطقة لأنه بدأ يخسر، وسينتظر إلى أن يصل السعر للمنطقة المناسبة له، ثم بعد ذلك سيصعد السعر مرة أخرى. إذا دورنا نحن هو أن نبحث عن المنطقة التي سيتم فيها التلاعب بك، وستقول خلاص هذا اتجاه هابط. إذا المنطقة التي سنبحث فيها نحن عن الصعود كمجتمع العلم نعرف الكذب. كيف سنقوم بذلك وكيف سنعرف ذلك؟ سنستعمل التحليل الموجي والبرايس أكشن. إذا التحليل الموجي يقول لي ربما هذا هو نموذجي رانين فلات،
ذو النموذج رانين فلات، إذا موجة دافعة تصحيح موجة دافعة، نحن الآن في الموجة الدافعة الهابطة بها هذا التصحيح، بها كذلك هذا التصحيح، بها كذلك هذا التصحيح، عفوا هذا التصحيح كذلك، إذا لديه تصحيحات، ثم هناك نزول قوي ثم تصحيح أخير، ونحن الآن في هذه الحركة. طيب هل لدي divergence؟ لاحظوا كمية divergence الموجودة. إذا مهمتي أنا الآن هو أين هي آخر موجة؟ أريد أن أحدد آخر موجة بالنسبة لي. آخر موجة هي هذه، هي هذه، من مستوى 4009 إلى هذا المستوى اللي هو 760. هذه الموجة أريد أن أحدد بنيتها، سأنزل إلى فريم 4 ساعات، هذه التي تهمني لأن البنية مكتملة ما دام هناك divergence. طيب إذا متى ستكتمل بنية هذه الموجة؟ عند كسر القاع، القاع بوم هنا هذه المنطقة مستوى 754. طيب إذا هذا تصحيح لوحده، واضح؟ كذلك هذا تصحيح لوحده. إذا هذه هي الموجة الأخيرة 1 2 3. إذا كذلك أريد أن أحدد آخر موجة التي بالنسبة لي مهمة، آخر منطقة هي هذه المنطقة على فريم 4 ساعات 1124 على فريم 4 ساعات. طيب أريد أن أرى هل هناك ديفرجنس كذلك في هذه الموجة؟ نعم هناك ديفرجنس، أنزل إلى فريم الساعة، أحتاج أن أحدد أكثر، أن أتعمق أكثر. إذا آخر موجة بهذا التصحيح ثم النزول. إذا وكذلك هل هناك فيها، هل فيها ديفرجنس؟ نعم هناك ديفرجنس. طيب إذا منطقتي المهمة الآن أصبحت هنا مستوى 1000 بالضبط. إذا كل ما أريد أن أراه هو أن ينزل السعر يكسر هذا المستوى اللي هو 754، ثم أريد أن أرى موجة دافعة قوية تكسر لي مستوى 1000، ثم تصحح، ثم يبقى التصحيح في الثلث الأخير من هذه المنطقة. لماذا أريد أن يبقى التصحيح في الثلث الأخير؟ لأن إذا بقي في الثلث الأخير هذا يقول أن البائعين ليسوا أقوياء، والمشترون لم يتركوا السعر ينزل أكثر، ينزل أكثر، مما يعني أن المشترون أقوياء والبائعون ليسوا أقوياء، ضعفاء، لأنهم بقوا في الثلث الأخير، ليس هناك ضغط بيعي، هناك ضغط شرائي. وهكذا وهكذا من هذه المنطقة سأبحث عن الصعود. إلى أين؟ صعودي إلى أن يتم كسر مستوى 1393، عندما يصل إلى هذا المستوى أحول وقف خسارتي إلى منطقة الدخول، لكن هذا في أين سيكون؟ هذا في إخوتي الكرام سيكون على الأقل القمة، مستوى 22675. لكن لماذا سأحول وقف خسارتي إلى هذه المنطقة؟ لربما أو ربما حتى قد تكون هذه قناة، إذا ليس فقط ليس إلى القمة، عفوا عفوا سأعود إلى فريم اليومي لأنني لم أرى هذه القناة فريم الساعة. إذا حتى أكون واضح دقيقة سأعيد التحليل حتى يكون الأمر دقيقا 100%، قد تكون هذه قناة، قد تكون قناة سعرية. إذا عندما يصل السعر إلى الترند لاين، يعني اقترب من هذه المنطقة، يعني مستوى 1198، وحول خسارتي إلى بريك إيفن. لماذا؟ لأنه ممكن تكون هذه قناة، يرجع يعود ثم يعود. تكون قناة، يكسر هكذا، يعني يعود يكسر ثم يصعد، موجة دافعة تصحيح، صعود، يقترب من الترند لاين ثم يعود. لا أريد أن أقع في هذا الفخ، لذلك سأحول خسارتي إلى بريك إيفن. في حالة ما إذا لم يكن، إذا لم تكن هذه قناة، سيصعد السعر بقوة، سيصعد السعر بقوة. إذا أنا عندما يصل هذه المنطقة سأحول وقف خسارتي لبريك إيفن لأنه يتناسب مع القناة وأتركه. هدفي كما قلت القمة مستوى 22000، تلاحظون مستوى 22000. إذا هذه الأمور أو هذه السيناريوهات يجب أن تكون يعني مضبوطة في بالك، وعندك كل السيناريوهات في 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 تفكيرك حتى ما تغفلها،
يتم إغفالها. هل أنا مهتم بالنزول بالبيع؟ لست مهتما بالبيع، لست مهتما بالبيع نهائيا، بل بالعكس أنا مهتم بالصعود، أنا مهتم بالصعود لست مهتما بالبيع، مهتم بالصعود لأنه خلاص اقتربنا من البيج باي الشرائي وقد يطير السعر في أي لحظة. إذا في أي لحظة في أي لحظة توفرت لي فرصة للصعود أستغلها، قد أستغلها، خصوصا أنه بالنسبة لي هذا التصحيح كبنية هو مكتمل، بالنسبة لي هذا التصحيح كبنية هو مكتمل. أوكي، إذا كما تلاحظون هذا هو تحليلي لعملات دانت. أتمنى لكم تستفيدوا من هذه الفيديوهات، إن كنتم كذلك فجروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، استغلوا هذا العرض، هذا العرض أقوى عرض يمكنكم الحصول عليه، دورتين بسعر دورة واحدة، لكن الأهم هو المجموعات الثلاث السرية التي تستطيع الحصول عليها وتنتمي بها إلى مجتمع العلم نافع الكذب، مجتمع قوي لتخرج من 95% الفاشلين وتلتحق بال 5% الناجحين. لا تنسون هدفنا وتعليمكم، وأنا العلم نافع الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وأتمنى لكم أرباح وفيرة. حقيقة أنا اشتركت في الدورة هذه من 3 أشهر، كنا تايهين طبعا في الشرط، حالي حال كثير من الناس، نتعامل بالدعم والمقاومة، مرة تكسر مرة ما تكسر، مرة ترتد مرة تدخل معانا رينج وهذا الحال يعني. فكان أرباحنا يعني نوع ما بالحظ مثل ما تقول. بعد ما دخلنا الدورة هذه وشفنا اللي فيها، شفنا الوضع مختلف، صرنا نرى الشارت بعين مختلفة تماما عما كنا نراها سابقا. كنا نعرف موجات التصحيح متى تبتدي ومتى تنتهي، وموجات الاندفاع والامبلس ويب متى تبتدي وتنتهي، ونعرف الهدف متى ندخل او متى نحدد الاهداف بشكل تقريبي. طبعا ما في شيء 100%. يعني بصراحة الدورة محتاجة جهد شوي، إعادة مشاهدات للفيديو وتطبيق، وإعادة مشاهدات وتطبيق، لأن الموضوع مش سهل لكن أيضا مش صعب، كله معتمد على الجهد. وكل مرة تشوف الفيديو تكتشف شيء جديد، كل مرة تكون أغفلت شيء أو ما انتبهت لشيء وتكتشفه في المشاهدة الثانية والثالثة والرابعة. أنا صار لي يمكن أكثر من 10 مرات أو 20 مرة حتى شاهدت الفيديوهات، وفي فيديوهات مهمة أنا كثير أركز عليها أكثر لأن أنا أبغى أحس إني أنا ضعيف فيها، فأشاهد أكثر وأكتشف إني أنا كنت ناسي أشياء منها. عموما أنا أشجع الناس كلهم على الاشتراك في الفيديوهات هذه أو الدورة هذه، ولا يعني يبالون بالوقت اللي راح يقضونه، لأن نتيجته بتكون فائدة كبيرة لهم، وراح يتجنب مقابلة خسائر كثيرة، والمبلغ بسيط يعني 200 دولار إذا تحسبها مقابل الأرباح اللي ممكن تحققها أشياء كثيرة، وكذلك مقابل الخسارة اللي ممكن تتجنبها أيضا يعني فائدة كبيرة جدا، يعني ما يمكن نستهان بها. ممكن تحافظ على رأس مالك بأنك تتعلم التحليل الموجي. المهم أنا أشكر الجميع على المشاهدة، وأشكر الأستاذ العزيز وسام على جهده الرائع، وأتمنى له التوفيق، وأتمنى يكون في دورات جديدة وتطوير الاستراتيجية إذا تمكن أو إذا صار لذلك. فنحن نتمنى نكون أول من يعلم وجاهزين. تحياتي لكم جميعا، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.